طيب هو ايه اللي جاي؟ الدنيا رايحة على فين يعني؟ السؤال ده يا باشا اجابته عند روسيا والصين، لان بالبلدي كده هم اللي ماسكين الكوكب من رقبته دلوقتي. وخلينا ادي لك مثال صغير، الاسعار خلال الفترة الجاية هتزيد اضعاف الاسعار الموجودة دلوقتي. حضرتك تقول لي ما تزعلنيش، اقول لك لا هزعلك، لكن علشان انبهك راجع حلقة العقوبات طلعت في شنك واسمع حجم الموارد اللي كانت اوكرانيا بتصدرها للعالم، واللي اهمها القمح والحبوب من ناحية، والمعادن اللي بتستخدم في صناعة الاجهزة الالكترونية من ناحية تانية. طيب دلوقتي اوكرانيا بتضرب، يعني مفيش حاجة من مواردها هتوصلك حتى لو الحرب خلصت بعد شهر ولا شهرين. فده معناه ان اوكرانيا محتاجة مش اقل من سنة علشان تبدأ تزرع وتحصد وتستخرج معادن وتصدرها علشان توصلك من جديد. وده معناه ان خلال الفترة دي كلها اي دولة تانية في العالم عندها نفس اللي اوكرانيا كانت بتصدره لك هتبيعه بضعف ثمنه، على ما يوصل لك بقى بعد الشحن والوكلاء والموزعين ومصاريف المحلات اللي هتشتري منها. فبسم الله الرحمن الرحيم كده سعره هيتضاعف مرتين ثلاثة. وانا هنا مش بتكلم عن مصر ولا السعودية ولا الامارات بس، انا بكلمك عن العالم كله. في دول في اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي بتعاني من نقص سلع اصلا. كلامي زعلك؟ اعتبر نفسك ما سمعتوش. الحياة زبادي خلاط، والأسعار هتنزل، والمرتبات هتزيد، وبكرة هيرقوك رئيس مجلس إدارة، والسنة الجاية هتصيف في المالديف. انت حبيبي ما اقدرش ازعلك.